ويقول الله تعالى لما ذكر الوصية: كتب عليكم إذا حضر أحدكم الموت إن ترك خيراً الوصية للوالدين والأقربين بالمعروف حقاً على المتقين، ثم قال: فمن بدله بعدما سمعه فإنما إثمه على الذين يبدلونه إن الله سميع عليم. يقول الله تعالى هنا إن الله هو الذي قسم الفرائض بين الناس. النبي عليه الصلاة والسلام ذكر أن المواريث ما وكل الله تعالى تقسيمها إلى نبي ولا إلى ملك، وإنما قسمها الله بنفسه. وذكر الله تعالى: فلأمه الثمن، فلأمه السدس، فلكل واحد منهما السدس، قسمها تقسيما. فيجب على الميت إذا الإنسان الذي له مال إذا أراد أن يوصي أن لا يكون عنده جنف أو إثم. الجنف هو مجاوزة الحق، والإثم حرمان بعض أصحاب الوصية، ما يجوز يقول: والله أنا ولدي هذا عاق بحرمه من الميراث. ربما يتوب ولدك هذا بعد موتك ويصبح أبر بك من أولادك اللي كانوا أحياء، اللي كانوا بارين بك في حياتك، وما أدراك. حتى لو كان ولدك عاق ما يجوز تقول أحرمك من الميراث، شرعا ما يجوز، هذا حق له. وكم عرفنا من أشخاص كانوا عاقين لآبائهم وبعد وفاة الأب والله صاروا أكثر برًا به بعد موته من أولاده الآخرين، بنوا له المساجد وكفلوا له الأيتام وحجوا وتصدقوا واعتمروا ودعوا له وزاروا قبره، وأولئك الآخرون ما التفتوا إليه لكن ما يعلم الغيب. فالله تعالى يقول هنا اللي يخاف من موصي جنفًا أو إثمًا، فمن خاف من موص جنفًا أو إثمًا فأصلح بينه فلا إثم عليه إن الله غفور رحيم. يعني واحد جاءك وقال لك: يا أخي أنا أبي كتب الوصية وأظنه لما كتبها يعني تعمد أن يضرنا.